Brooks. And I can't wait for all of you and America to get to know my incredible wife, Gwen, a 29-year public school educator. لقد عملت في قطاع التعليم على مدار 29 عاماً. Don't ever underestimate teachers. فبالتالي أنا أقدر تماماً دور المدرسين والمعلمين. And our two beautiful kids, Hope and Gus. I couldn't be prouder to be on this ticket and to help Vice President. أنا فخور جدا بوجودي في هذا الترشيح، ونحن جميعا نعلم أن نائبة الرئيس كامالا هاريس هي أفضل من يكون رئيسا للولايات المتحدة القادمة. From her first day as a prosecutor, as a district attorney, عندما كانت تعمل في الإجراءات النيابة العامة ومدعيا عاما وعملها في كاليفورنيا وعملت سيناتور في الولايات المتحدة وبعد ذلك نائبة للرئيس. نائبة الرئيس هاريس قاتلت من أجل الشعب الأمريكي ومصلحته. لقد واجهت الكثير من العقبات ودعمت كل الحقوق ودعمت كل الحريات ولم تتردد أبدا في تحقيق هذه الإنجازات وتحقيق هذه الأهداف وإنقاذ حياة المواطنين. وأود أن تعلموا جميعا كل هذه الأمور جاء ذلك بكل سعادة وفخر. I know a little something about that commitment to people. I was born in. أنا أعلم كل هذه التعهدات. أنا ولدت في نبراسكا، عشت في فيو على مدار الفترة الماضية. كان لدي عددا من الأعمال وقضيت في فصل الصيف في أحد المزارع أعمل، فبالتالي أنا أقدر كل هذه الأعمال وأنا أقتنع في أهمية أن يعم الخير للجميع. My dad served in the army during the Korean War. With his encouragement, ولد أبي عمل في الخدمة العسكرية، وكذلك التحقت في الحرس الوطني. For 24 years, I proudly. على مدار 24 عاما خدمت هذه البلد. The National Guard gave me purpose. حرس الوطني أعطاني الكثير من القوة والقناعة والثقة في النفس، وهذا ما تعلمته من أبي ومن الملايين من الشعب الأمريكي. وأيضا حصلت على التعليم الجيد في الكلية. أبي كان مدرسا. Three out of four of us married teachers. It's what we do. For nearly 20 years, I had the privilege of teaching high school social studies and coaching football. لقد عملت خلال حياتي كمدرسا وعملت كذلك مدربا لفريق كرة القدم. وحصلت على عددا من البطولات. Don't ever close the yearbook. But it was the yearbook. But it was my students. They encouraged me to run. حصلت على الكثير من التشجيع. What I was hoping to instill in them. كان لدي الكثير من الأمل. One person can make a difference. أنا أقتنع تماما بأن شخصا واحد يمكنه أن يصنع الفارق الكبير. في 2006 ترشحت للعمل في الكونغرس. And because high school teachers are super optimistic, I was running in a district. وكعمل مدرسا في المدرسة الثانوية، أيضا التحقت بالحزب الديمقراطي بعد ذلك. Well, my neighbors graced me with an opportunity to represent them in the United States House of Representatives. جيراني أعطوني الكثير من الفرص وزملائي كذلك. I'm proud of the work we did there together. أنا فخور بكل العمل الذي حققناه معنا.
عملت في الخدمة العسكرية وفي قطاع الزراعة ودعمت كثير من القطاعات الاقتصادية. لم أتخلى نهائيا عن أي من القيم. وأنا حاكم مينيسوتا أجلب كل هذه الخبرات لمجابهة كل التحديات التي تواجه أمتنا.